ازيكم يا جماعة، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بقالي ساعة ونص بجهز بايد واحدة عشان اعرف اصور الفيديو ده معاكم، وطبعا سوري على هذا المنظر الرائع الجميل. انا عشان ابقى اونست قوي حطيت فاونديشن، يعني خليت نفسي فامباير عشان فاونديشن مش عارف احطه من الطرحة، وقلت اجهز معاكم لأول مرة من سنين، احط معاكم ميك اب واوريكم البرودكتس المفضلة بالنسبة لي. انا عايزة احط ميك اب اوفر شوية، مش عارفة اوفر ولا رقيق، هنشوف مع بعض. بس عايزة اجهز عشان هصور فيديو تاني عن مستويات العيد وحاجات حلوة قوي جبتها، كنت عايزة اعمل ريفيو عنها وفي نفس الوقت احكي لكم ايه اللي حصل فيا هنا. فهاتوا حاجة تشربوها، هنحط ميك اب مع بعض ونحكي شوية مع بعض، فبليز كيب واتشنج. انا بعمل الفيديو ده وبصور وبعيش حياتي دلوقتي، الساعة اعتقد بقت 6 الصبح، يعني هو الصبح بيطلع يا جماعة. اوكي يلا هنحط ميك اب. اول حاجة انا حاطة فانديشن بتاع ماما، دي جا مطلعة عينه كده، اسمه كاركتر وبحبه قوي، والفترة دي يعني بحطه لما بكون عايزة يكون شكلي ابيض عادي زي البني ادمين، مش مسمرة نفسي. بس انا اصلا بسبب ايدي مش بحط دلوقتي ميك اب كتير. عايزة اقول لكم ان انا دلوقتي هحط ميك اب معاكم بايد واحدة، او هستخدم دي حاجة بسيطة قوي، انا شولة وهي ايدي الشمال اللي فيها المشكلة. ف يعني بعمل كل حاجة بصعوبة، حتى عندي صعوبة في الضغط كده، وطبعا هحكي لكم. بس تعالوا نحسن من هذا المنظر. برضو حاجتي في شنطه وكده، فالموضوع عشوائي، بس حاسه ان انا بحب الناس اللي بتيجي تبقى كده عشوائيه معايا في الفيديوهات، فقلت انا كمان ليه ما اعملش الفيديو كده يعني. وهمسك مرايتي المكسوره وهبدا بقى ايه اول حاجه بالكونتور. انا ده اماندا، ده اللي كان متاح، انا مش بحبه قوي، بس هو ده اللي كان موجود. بس ايه، واحدة واحدة انا هنحط كده الفاونديشن. اوكي اللي قصدي كونتور، اعمل كده. مشكلة بقى عندي دلوقتي في البلندنج، فمش هعرف ابلند باليمين، هنجرب كده. مش عارفة، صعب، وامسك المراية صعب، فمش عارفة اعمل ايه. حاول بلند كده، لا تمام. يا لهوي الموضوع صعب قوي يا جماعه، حاسه ان في حاجه غريبه. انا من يوم ما ايدي عملت ما حطيتش ميك اب، فالنهارده اول يوم احاول احط ميك اب، بما ان خلاص المفروض ان انا اروح افك الخياطه بكره، فايدي ما كنتش بقدر امسك بيها حاجه اصلا، حتى هي بتوجعني دلوقتي وانا ماسكه. بس خلاص وحشني الميك اب قوي بجد، فقلت احط بقى. انا هقول لكم ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا عندي جار ازاز كده اللي هو بنحط فيه العصير ده، عارفينه اللي هو الازاز اللي بحنفيه. المهم كل الاحجام اللي شفتها في مصر هنا احجام ادميه صغيره عادي وحلوه وكده. بس انا كانت ماما جايبالي من سنين يعني من الامارات واحد، هو كبير قوي وتقيل وعامل زي الكولمان، يعني هو قد كده، مش صغنن ده، لا هو قد كده، والغطا بتاعه اصلا نفسه تقيل، وكان كريستال بقى، فاللي هو تخين كده وبحنفيه. انا بوصف لكم فيه عشان انا زعلانه عليه. المهم فطبعا هو نظرا لحجمه الكبير انا مش بحط فيه عصير خالص بصراحه، كنت بقى بحط فيه ميه عادي. فالمية عندي هنا بتقطع ساعات كتير في الصيف، فالمهم بقى عشان خديجة وكده لما المية بتقطع بقوم ايه ادخله التويلت احطه على الحوض. فانا ما عنديش الحوض برخامة، هو حوض بس، فالحتة اللي بسنده عليها يدوب قد المربع، وساعات كمان ممكن بيتزحلق يعني، فبحطه بغير لخديجة البامبرز وبتاع وارجعه تاني على طول، لان خديجة بقت بتقف على البوتي بتاعتها تغسل ايدها، بتقف على اي حاجة تغسل ايدها في البتاع، فبشيله عشان ما يقعش عليها.
فاليوم ده انا حطيته غيرت لها وهي كانت سخنه كانت درجه حرارتها عاليه. فالمهم هي كانت واقفه بغسل لها بقى ايدها وهي واقفه قدامي وانا واقفه وراها عماله اغسل لها شعرها و استنى نكمل ميك اب هقول له كل حصل. دلوقتي انا حطيت كونتورنج كده بسيط خالص اوكي ونبدا بالاي شادو. الحواجب انا جربت يا جماعه عملت حنه لحواجبي ومن ساعتها وانا حواجبي انا بحب حواجبي تبقى فاتحه مش راضيه تلقط اي صبغه خالص مش لقطه. فحواجبي انا مش بعمل لها حاجه عندي كده حاجه ماسكاره حواجب بسيطه فهسرح بيها لان كل ما بحط لها بودر بتغمقها اكتر وانا بكره حواجبي تبقى غامقه. فعندي من كاتريس ده بتاع الحواجب بس هو لطيف وقرب يخلص طبعا او هو اوريدي خلص بس انا ما بحبش فيه ان انا كنت جايبه الدرجه دي شقره قوي فبتفتح حواجبي اوفر يعني. بس هي دي اللي انا هسرح بيها لان انا مش عايزه حواجب غامقه. اوكي طبعا مبدئيا اول حاجه قبل ما نحكي اي حاجه عايزين نقول الحمد لله على كل حاجه وعلى كل النعم على ايدينا ورجلينا وكل حاجه وربنا يشفي كل حد بيمر باي حاجه وربنا يشفي باي حد فقد اي حاجه من الحاجات دي وهو قوي جدا ويا رب كلنا دايما نكون في احسن حال. اهم حاجه هنا يبقى في احسن حال وبالتالي كل حاجه هتبقى كويسه. ودلوقتي اقول لكم على حركه كده بعملها. انا كان معايا البالت دي من رمال معظم براندز رمال انا بجيبها من لوليا كلوزت علشان بلاقي اوفرز تحفه بلاقي كل البرودكتس بتاعت رمال. انا بعشق رمال والفاونديشن المفضل بالنسبه لي برضو للاستخدام اليومي هو بتاع رمال فبحبها قوي. لوليا كلوزت كمان بتعمل اوفرز فظيعه فهحط لكم الكود بتاعي لانه بيديكوا 10% حتى لو انتوا جبتوا حاجه ب 4000 جنيه تاخدوا 10% عليها ملهاش ليميت زي اي كود تاني. فهحط لكم الكود بتاعي بتاع لوليا تقدروا تستخدموه في اي وقت. لوليا يا جماعه هي لسه فاتحه في مصر من شهور يعني خلاص قربت تبقى سنه بجد. براند هي ويب سايت تحفه جدا عليه حاجات كتير مش بنلاقيها فجو تشيكت. واهم حاجه عشان بس تعرفوا تستخدموا الكود وتاخدوا خصم حلو ممكن تاخدوا 200 و300 و400 بجد يعني انا نفسي جربته. فلازم بس تبقوا مسجلين يعني ما ينفعش تخشوا كحد داخل مره واحده وخلاص. طيب المهم البالت دي هي المفروض ان هي هايلايتر بس هي خفيفه شويه فانا بحب يعني حلوه الصبح بس انا بقوم بقيت بعمل كده عشان تندمج بقى لما اجي احط البلاشر وبحطها على خدودي اللي هو يا جماعه انا انسانه هيلثي وبشرب ميه كتير بس عشان انا بستراجل في الاستخدام دلوقتي. ماشي بقوم ايه عامله ميكس كده لذيذ وعامله كده اوكي. والبرونزر بتاعها هو اللي قوي بحب استخدمه برضو مش دايما بس انا دلوقتي عايزه اعمل عادي كل حاجه في وشي فهحط من البرونزر وانا عايزه احطه مش ككونتورنج يعني انا اوريدي عامله كونتورنج انا بحب احطه كده. وعايزه اقول لكم ان انا في حاجه مقتنعه بيها في الميك اب قوي انه انا مش بحس ان في رول قوي يعني بحس ان الميك اب ده فن زي كده ما كل واحد بيرسم لوحه بطريقه مختلفه بحس ان هو كمان فن حتى لو انا مبتدئه طبعا انا مش بروفيشنال بس حاسه ان انا بعمل اللي انا حاساه حلو. فما تحسوش ببريشر انه ما تجربيش عشان ايه ده هما بيقولوا لازم يتحط كده مش كده فلا انا هحطه كده لقيت شكله حلو خلاص. كمان انتي بتبقي حاسه قوي وقادرة بالحاجات الحلوه في بشرتك او بتبقي عارفه عيوب بشرتك ايه وكده فجربي عادي من غير اي خوف اوكي. طيب الكونسيلر هو بتاع رمال وهو خلص ده بعشقه برضو بس هنحاول ده تاني واحد ليا هنحاول ان ايه نطلع منه اي حاجه اوكي كده. طيب فالمهم كنت بقى واقفه مع خديجه وبغير لها وظبطها وبتغسل وشها وكده لقيت الجار ده يا جماعه بيقع. هو الحوض صغير ودي لازقه في الحوض فهو هيقع على دماغ خديجه او هيقع يتدش في الحوض فالازاز هيتنطر بقى في وشها. المهم انا ما فكرتش انا شفته بيقع فطبيعي عشان الحقه هو قبل ما يقع اتهز فزي ما قلت لكم الغطا بتاعه تقيل فكسره نصين الاول
بعد ما انكسر نصين الجار بقى بيقع مكسور، فانا كان كل همي بعيده عن خديجه، فمديت ايدي اول حاجه فهو نزل كده هنا غرز، انا بمسكه فهو مسكه كده فهو نزل غرز هنا وبزقه بقى بعيد، فهو نزل غرز وانا بزقه، فكمان طلعت ايدي فهو دخل جوه قوي اعماق الاعماق. المهم احنا لقينا دم في كل حته، وخديجه طبعا مخدوده وعماله بتعيط محمد جه يجري في ايه في ايه، كنت عايزه بس اهم حاجه خديجه تخرج، ومتخيله ان عندي يعني ما اتعورت يعني ازازه عورتني اتفتحت بس حاجه بسيطه، لان انا بصراحه حسيت بيه وهو بيخش، بس متخيلش ان هي تبقى حاجه يعني كبيره، فاهمين؟ ماما هتقطعني عشان عماله استخدم ايدي، بس ايه اما احاول اكون بالراحه. المهم انا بستخدم الدراع كله. المهم بقى يا جماعه بعد ما خرجت خديجه كان همي برضو ان انا اطمنها بصراحه ان هي اتخضت قوي، ومتخيله زي ما قلت لكم ان هي حاجه بسيطه. بعدين بفتح ابص انا كاتمه الدم لان الدنيا غرقت دم، ببص شفت منظر صعب، ايدي مفتوحه قوي لدرجه ان الجلد طالع كده، انا شفت ايدي زي ما تكون اتقطع منها حته يعني بجد. حتى محمد اهو محمد اما شاف الموضوع ده برضو تنها، محمد كمان لما بتخض بيتجمد، فاللي هو قال لي لا احنا عايزين نروح المستشفى، وانا في دماغي اللي هو لا مستشفى بقى يدخلونا في موال، ومتخيلني حاجه بسيطه يعني لا يلا مش عارفه ايه وكده. انا كل في دماغي برضو معانا خديجه واحنا لوحدنا وانا اهلي مش هنا خالص، وانا عمري ما هقول لماما مستحيل، لان ماما الفتره الاخيره بتتعب كتير بتخطأ بيعلى، فانا عشان اقول لها حاجه زي دي انا مش عارفه هيحصل لها ايه طول الطريق وهي جايه لي يعني. فيلا طبعا المستشفى، رحنا المستشفى والله اعلم هم فعلا كانوا بيحاولوا يعملوا صح ولا ما عندهمش ضمير. رحت المستشفى فقالوا لي احنا لازم نعمل استكشاف ونشوف ان هي مش واصله للوتر. طيب تمام، وعملوا اشعه طبعا عشان اتاكد مش واصله للوتر. استكشاف ده ايه حضرتك؟ ده بيدوني بنج موضعي في ايدي مؤلم جدا جدا، يعني مش المفروض انه يتعمل كتير، مؤلم جدا، وبيفتحوا ايدي ويخش يبص الوتر اتاذى او لا، عشان لو اتاذى دي هتبقى خياطه جوه وبتاع وقصه. وقال لي اعملي صوابعك كده وتمام، صوابعي بتتحرك كويس ومفيش حاجه. بعد ما عملت الاستكشاف المفروض انه يقرر بقى انه هنخيط. قال لي لا ممكن يبقى الوتر مقطوع. حضرتك يعني يا ايه؟ لا لا ممكن يبقى الوتر مقطوع، فلازم عمليه كامله ومش عارفه بمبلغ كام، وعشان نستكشف اللي هو الاستكشاف البسيط ده نستكشفه بتلسكوب. انا عارفه ان في ناس بتحتاج ده، بس بيبقى باين ان اوريدي في حاجه اتاذت. المهم مشينا عشان نقرر، لان محمد اتخض من فكره عمليه وبنج كلي، وعمري في حياتي خدت بنج كلي، فاللي هو ايه ده وبتاع، كنا مرعوبين قوي، قلنا هما بيأفوروا وبيعملوا بقى ورانا قصه. مهم روحت تاني يوم اتفاجئت انهم بيكلموني بيقولوا لي احنا ممكن نظبط لك السعر وتعالي اعملي العمليه دي، فقلت وش دول بيتاجروا يعني. رحنا بقى مستشفى تانية احسن، وقلت له بص احنا ده كان كده عدى 24 ساعه، قلت له احنا نروح هيقولوا لي عليه هنعمله. فقال لي نفس الكلام، احنا لازم نعمل استكشاف قبل الخياطه. كانت مؤلمه بقى جدا، كنت بصوت بجد، بنج الموضعي ده في الجرح كان مؤلم. ادهوني وعمل استكشاف، والدكتور كان شاطر قوي، قال لي لا الحمد لله الوتر ما اتاذاش والدنيا تمام، هو بس الموضوع كله انه هما لقوا عضله هتحتاج من جوه تتخيط، ساجتها هي اتقطعت، وده اللي يمكن يكون شكك الدكتور الاولاني يعني. فاتخيطت من جوه عضله من جوه اتخيطت، واتخيطت من بره، وكان في غرز بعيده وغرز عميقه، وايدي يا جماعه بصراحه اتشلفطت وما كنتش بقى عارفه احركها، وكانت ممنوع تيجي في ميه، فانا خرجت سافرت على طول لمامتي عشان خديجه يعني، انا ما معيش حد هنا في القاهره وانا هعمل ايه بيها يعني. رحت قعدت هناك، بس ادركت قد ايه بجد حاجه بسيطه ايدي. طبعا كنت شايفه ايدي، طب كويس ان هي الشمال، لا يا جماعه انا شوله، انتوا ناسيين انا شوله انا شوله. بس الحمد لله المكسب في الموضوع ده ان انا باكل باليمين دلوقتي فالحمد لله يعني، الحمد لله على النعم البسيطه، والحمد لله على الحاجات اللي احنا كده مش حاسين بقيمتها. بصوا صباع يعني موقف لي، فضل موقف لي دراع كامل، ومش عارفه امارس حياتي الطبيعيه وكل حاجه متايده فيها، ف الحمد لله.
وطبعا شكرا كل حد ساعدني، وماما وحبيبتي اللي انا مطلعه عينها معايا، وجوزي حبيبي وكلهم. بس بجد انا من يوم ما بقى عندي خديجة وانا بقيت بخاف وبكره يحصل لي اي حاجة، لانه بحس انه هي دايما محتاجاني. انا عارفة يعني كل اللي حواليا ما كانوش محتاجة حاجة، بس انا بكون حاسة ان هي محتاجاني. انا محتاجة الحاجات البرايفت اللي ما بيننا، الحاجات الاكتيفيتيز، الحاجات اللي نعملها. فبجد اما بقى عندك طفل بتحس ان انت بقيت اغلى بكتير من على نفسك من قبل كده، اللي هو لا انا مش عايز يحصل اي حاجة عشان بنتي دي وكده. يلا بسرعة نكمل ميك اب. انا مش عارفة هي الاضاءة فاتحة قوي، بمعنى مش كل ده. اوكي طيب هنخفف البرونزر بقى شويه. انا كل ده بجرب، انا هعرف احط ميك اب بايد واحده ولا انا بعك؟ انا عندي مشكله في البلندنج دلوقتي. فيلا نكمل. طيب لو انا خارجه بقى في الصيف، انا مش غاويه كنت اللي هي اللوس باودر، بس في الصيف طبعا بصراحه بقيت بحط حاجه بقى بحبها قوي يا جماعه، وهو ده اسمه بيرلي. ده بلاشر كريمي كده، هو دي يعني مبهدلاه. ده من ماي واي، ماي واي ولا ايفون، من ماي واي. اوكي ده انا بحبه قوي، ونحط كده وحط فوق عيني كمان، بس مش عايزه احط دلوقتي، احط على دماغي. اوكي ونبدا نعمل. مش عارفه بلند خالص، مش عارفه بلند خالص. بتاعتي هي بتاعت اماندا، بس ما جبتهاش من جوه، فخلونا في سيفورا اللي معايا بقالها سنين دلوقتي. وين نبدأ بقى نحط فلافي براش؟ انا كل البراشز بتاعتي بقت بتدي نفس اللون عشان عايزة تتغسل، بس انا هلعب على الوان. انا عايزة البلد التانية. يا جماعة البلد التانية في اوضة، وانا مش هجازف بان خديجة تسخن، هحط من سيفورا. هحط بقى بينكيت بقى، لان هي كلها الوان بتلمع. دي صعبة قوي، دي صعبة قوي. لا صعبة 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 صعبة، دي تكنيكها صعبة دي. يا جماعة لما رحت لماما كنت محتارة هقول لها الموضوع ازاي، هي لقيتني داخلة عليها الساعة 6 الصبح وبورسعيد وشايلة مخدات. قالت بقى انا ايه، انا هربت من البيت. بس خفت قوي حبيبة قلبي بجد. ماشي حلوة وجميلة. احنا خلونا النهاردة نمشيها ايه، فيديو رغي، علشان انا بجرب معاكم على الهاتي احط ميك اب وانا ايدي كده على الهاتي. دلوقتي محتاجة احط ايلاينر، لها لا مشكلة كبيرة، فانا احطه اوف كاميرا وانا محظ يعني. اصلا حطيت الايلاينر والمسكرة لان الاثنين صعبين قوي الكاميرا، بس هزود شوية مسكرة بس من دي. حطيت مسكرة بتاعت ماما اللي هي بتاعت مبلين، اسمها احطها بصورتها، بس انا مش بحبها قوي، او انا بحب اكتر الحاجة اللي بتفرط وتطول. ان انا بحطها دلوقتي دي سيبال، وهي لطيفة لو مش معاكي بودجت عالي. اوحش ما فيها بس ان هي بتهبب قوي. ده بتاع سيبال اللي هي الدرجة دي، اللي هي الفاتحة قوي دي، عارفينها. انا بحب ديبورا 07، بس مش معايا دلوقتي برضو، فهحط من البلد دي. ،
ما انا حاولت احط بيس بي بس ما مش حلو. خلونا نخفف كده. بس هي بلدي قديمه قوي يا جماعه بصراحه. طيب الليب جلوس ده بحبه قوي، بتاع ريميل برضو. جامد قوي. اسمه ايه مش عارفه، او ماي جلوس مكتوب عليه. ده شكله حلو قوي قوي قوي. احب فيه ان هو لما بيروح بيخلي شفايفي كده شكلها حلو كانها نضره يعني. نجحت بايدي ولا لا يا جماعه؟ انا حاسه انه الحمد لله يعني لطيف حسيت. فقولوا لي ايه رايكم. يعني انا الميك اب بتاعي بسيط قوي من زمان، ما بتغيرش تقريبا، بدات ازود فيه شويه بس هو نفس الميك اب يعني. من زمان قوي ما مانش كنت ريدي وذ مي. كنت بصراحه كل ما باجي اتمكيج بحس شكلي وحش في الكاميرا، ما كنتش برضه. بس يعني انا كنت راضيه عن نفسي النهارده فقلت يلا يا بنتي هدير صوري بقى. فقولوا لي عجبكم ولا لا. انا ببص هنا لنفسي في الشاشه يا جماعه. فقولوا لي حلوه ولا لا. احاول اكتب لكم البرودكتس بتاعتي تحت، واكتب لكم كل الكودز بتاعتي في اي ويب سايت، واحط لكم الويب سايتس بتاعتي اللي انا برضو عامله كولابوريشن معاها. وانجوي يا جماعه، وشوفوا الفيديو بقى بتاع مشترياتي للعيد عشان ده اللي انا ايه مصوره دلوقتي. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وادعوا لي ومتنسوش تدعوا لبابا بالرحمه. بحبكم قوي قوي قوي. باي.